لكن عندنا فيها، انا اسف ان انا اقولها واقولها والله العظيم، انا عندنا مشكله موسيقيين، كل الدنيا بتكلمنا، عندي قله موارد. لما الدوله تبقى بتكفل وبتحترم حق المواطنين وكرامتهم، يبقى عندنا فيها من هو راعي هذه الفئه المتضرره من الموسيقيين اللي ما بتعملش بالليل في حظر التجوال ده. لما نخاطب جميع الساده الوزراء الموجودين ولا احد يجاوب علينا ولا احد يرد علينا ولا يقولوا احنا تبع لمين، تبعيتنا اللي احنا معلنا لغايه دلوقتي هي وزاره الثقافه. وزاره الثقافه تعين الموسيقيين دي ازاي في ظل حاله عدم وجود الموارد اللي احنا عارفين نكفل بيها الحياه الكريمه اللي الدستور المفروض ان هو النهارده بيقولها لي، انه عايز كرامه البني ادم، عايز العدل ليه، عايز الحياه الامنه. احنا عندنا موسيقيين، انا اتمنى قبل كل ده ان احنا نوفر لهم الحياه الكريمه اللي احنا بننادي بيها وننادى بيها محمود وكل شباب الثوره. شكرا ليك يا محمود. عايز تقول حاجه؟